الركنية، الكرة تنفذ بسرعة، روبينيو لميركل، ميركل عالية داخل منطقة، باتو بالراس وباتو جول 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 جول. باتو يعود بقوة، باتو يسجل، باتو يعلن عن فانتاجو لميلان على الطاير، باتو يسدد والكرة في الشباك، ألكسندر باتو يصنع الفارق، يعلن عن تقدم ميلان. وكالياني أكيد سعيد، لكن لن تكتمل سعادة كالياني إلا بانتهاء اللقاء والتأهل لوجود التسلل. باتو سدد كرة مباشرة، لم يعطي الفرصة لا للدفاع ولا لحارس المرمى. شوف التواجد، المكان المناسب اللي كان فيه باتو، لعب الكرة في الزاوية البعيدة، أسكنها في شباك حارس المرمى داكوستا.